فما هو الموقف الشرعي من هذه الأشياء؟ جاء مرض في البلد، إسهال ماي، إسهال ماي، جاءت إجرام، الحل شنو في الشرع الإسلامي؟ أول حاجة أنت كمسلم تعلم تماما أن هذه الأشياء هي من الله سبحانه وتعالى، وهي بأسباب ما يعمل الإنسان. تعرف تماما إن هذه الابتلاءات وهذه الأشياء التي تقع وهذه المصائب تكون أو يكون سببها أعمال بني آدم. تعرف الحكاية دي أول حاجة، زي ما قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تلقى المحللين في التلفزيون والسياسيين يحللوا في المشاكل دي، لكنهم ونادر من يذكر لك السبب الذي بينه الله سبحانه في كتابه، والحل الذي بينه الله كذلك في كتابه. شوف، ربنا قال لك المصائب دي كلها بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب الآثام. انت في نفسك والله عاين، في نفسك جاتك مصائب، تعرف انه في تقصير منك في اداء الطاعات، او عندك ارتكاب لما حرم الله سبحانه وتعالى. فاول حاجه تعرف انه الاشياء دي كلها ما سبب حاكم ولا سبب مجتمع زي ما يشاع، لكن السبب هو الذنوب والمعاصي. كذلك ربنا سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر. السبب شنو؟ بما كسبت أيدي الناس. ده كله بما فعل الناس، وربنا سبحانه وتعالى داير الناس تنتبه زي ما بين في نهاية الآية: لعلهم يرجعون. ربنا داين الناس ترجع وتعرف الخلل وتعالج الخلل. وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في العام الذي أصاب فيه المسلمون أو المسلمين مجاعة، قال: اللهم، شوف الدعاء ده، اللهم لا ينزل، أو العباس أو عن العباس، اللهم لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فشوف نحن الابتلاءات دي كلها، إذا كان ارتفاع في الأسعار والمعيشة، إذا كان أوبية، إذا كان جرائم منتشرة، دي كلها بذنوب الناس، وأعظم هذه الذنوب الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الشرك ده يا ناس أكبر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الشرك بالله. وقال النبي، وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فشوف يا مسلم، أول ذنب تخطاه وتتوب وترجع إلى الله منه الشرك بالله. شوف، إذا اعتدت بتنادي غير الله، بتنادي الصالحين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما بجوز تناديه: ومن دعا غير الله ندهته، قلت: يا الصالحين الحقوني، يا وتحسون الحقني، يا والبدر الحقني، راجل كان مرة صالح، كان طالح، رسول ولا غيره. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. يا ناس، الرسل دون الله، الصالحين دون الله، الطالحين دون الله. ربنا قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. ناس، يا ناس، ناس بيقول لك امسك في ربنا، الخلق الناس
الذي خلق هؤلاء الصالحين، الذي خلق الأنبياء، والذي أماتهم، والذي أطعمهم، والذي عافاهم وشفاهم. زول يقول لك امسك في الله وخلي الخالق وخلي المخلوق. ربنا سبحانه وتعالى قال، ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. أضل زول هو الذي يدعو من دون الله. وشوف زي ما قلت لك، الرسول صلى الله عليه وسلم ما الله دون الله، الأولياء كلهم ما الله دون الله، الصالحين كلهم ما الله دون الله. فشوف الزول بينادي الرسول صلى الله عليه وسلم أو الملائكة أو الصالحين، ده مشرك بالله سبحانه وتعالى. ربنا قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ربنا قال: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه. كل الكل، رسول، صالح، جن، إنس، كل الكل دون الله سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه. الموت ذيل الذين لا يملكون لأنفسهم نبعا ولا ذرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ربنا قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما بيجيبوا ولا بيسمعوا ولا يملكوا لك حاجة هؤلاء الموتى والمقبورين. ربنا قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم. ما بيسمعك والله، كان ندهته مهما ندهته ما بيسمعك. ربنا قال: ما بيسمعك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. شوف ربنا قال لك: فرضا كان سمع ما بسوي لك حاجة يا أخي. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ناس تتوكل وتوكل على الحي الذي لا يموت، ناس تتوكل على ربنا مع الحجاب، تنادي ربنا ما تنادي مخلوق أبدا مهما كان مهما كان. شوف ربنا يخاطب النبي قال: قل إنما أدعو ربي الله ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم. ده الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الجن ربنا يأمره: قل إني لا أملك لكم درا ولا رشدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فالناس تمسك في ربنا وخالقه وتتوب من الشرك، بتنادي الصالحين حتى بتنادي الرسول، ده كله شرك بالله، لأنه ده حق الله، لا إله إلا الله، العبادة حق الله. بتنادي أحد مع الله توب، أول حاجة توب وتوكل عليه الله الخالق، توكل على الحي، واستمع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فتوب أول حاجة من الشرك ومن هذه الاعتقادات ومن الطرق، لأن ربنا في القرآن انت بتقرأ في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. صراط المستقيم ده ما فيه طرق، ما فيه جماعات، ما فيه أحزاب. صراط المستقيم زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. توب من الشرك، توب من هذه الطرق وهذه الأحزاب، واعبد الله وحده لا شريك له. وعلى بالدليل خليك منهجك كله، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا جميعا أن نسرع بالتوبة من الشرك ومن البدع ومن المعاصي، أي معصية توب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فتوب، فالموت لا يعرف أجله ولا يعرف يومه ولا مكانه، فعجلوا بالتوبة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ومقدم الشيخ في الدين.